مستشارين ومستشارات. حقيقة المصاب جلال وما أصيب به المغرب هو حالة استثنائية لم يعرفها التاريخ المغربي منذ سنوات خلت. ولكن لا يمكن أن إلا أن نتمم نحن كمجلس وكمواطنين وكمغاربة دور الاستباق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره ويطول في عمره من خلال التدخل الاستعجالي ووضع خطة عمل للحكومة ولجميع أسئلتهم ومؤسسات الدولة. كما نتمم دور ديال الحكومة التي تفاعلت بشكل إيجابي مع جميع التعليمات الملكية السامية، وكذلك نتمم السيدة الرئيسة موقفكم النبيل خصوصا الحضور ديالكم ديك الليلة وفي وقت متأخر من الليل والجولات الليلية التي قمتم بها للاطلاع على أحوال المراكشين والمراكشيات وقمتم على مقربة من هموم المراكشيين وجميع المنتخبين داخل هذا المجلس أبانوا عن تآزرهم وتلاحمهم ومغربيتهم بحيث لم يعد هناك حدود إدارية ما بين المقاطعات ولم تعد هناك حدود إدارية ما بين الأقاليم والعملات. أصبحنا جسد واحد وأصبحنا كذلك ألم وأصبح لدينا ألم واحد وهو التغلب على الأزمة وتجاوز هذه المحنة. فكذلك تكون السيدة الرئيسة توجيهكم كعضو داخل الحكومة وأنتم تتولون يعني وزارة الإسكان ونحن نعلم الدور الذي تقوم بهذه الوزارة في هذه الوزارة في هذه المحنة وخصوصا الجولة التي قمتم بها بالأمس وقبل الأمس في مختلف الأقاليم كنتم في الشيشاوة كنتم في الحوز كنتم في عدلة وعندكم برنامج للاطلاع عن مقربة وعن قرب والوقوف على حجم الكارثة وحجم الخسائر التي يمكن أن تتدخلوا فيها كوزارة الإسكان. حجم المسؤولية كبير ولكن هذا ما كبيرش عليكم السيدة الرئيسة. احنا كمغاربة كمراكشيين كمكونة هذا المجلس جميع المقاطعات وبدون استثناء السيدة الرئيسة أنا كان اسمحوا لي بإخوان ديال رؤساء المقاطعات احنا كمجلس واحد اليوم ما بقاتش بلادنا هذا رئيس مقاطعة بيز ولا هذا مقاطعة النار ولا هذا الناحية. احنا اليوم تنظروا جميع المؤهلات ديالنا سواء البشرية أو المادية وكذلك الآليات والقطور راهن إشارة السيدة الرئيسة ونحن على يقين أننا إن شاء الله بحول الله كنعلموا بأن الامتلاء في يوسف العلي واحد مجموعة المرضى يعني تألمت بزاف وكانت عندها خسائر كبيرة جدا. احنا اليوم عندنا يقين وعندنا ثقة في هذا المجلس الموقع في هذا المجلس الكفاءة والأطور اللي كيتوقف عليها بأننا غادي نتجاوزوا هذه الأزمة وغادي نخرجوا أقوى مما كنا عليه خصوصا وأن مراكش هي المدينة اللي كيحتاجها كيحتاجها المراكشيين وتحتاجها الراني. وحنا مقبلين على واحد الحدث عظيم جدا هو المؤتمر ديال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بهذه المدينة السعيدة. بغينا إن شاء الله في هذه الظرفية الاستثنائية نبينوا بأن لكل زوار هذه المدينة بأننا شعب استثنائي والاستثنائية ظهر خصوصا عندما اتضح للعالم أن هذا الشعب وهؤلاء المواطنين هم مواطنون ملهمون مواطنون قادرون على يعني تخطيط الأزمات والتعامل مع الأزمات. احنا مستعدين إن شاء الله باش ننظموا هذا الملتقى الدولي الكبير ويجي إن شاء الله الزوار اللي لقاو مدينة مراكش أحسن كما كانت عليه رغم الظرف ورغم الوضعية. فشكرا على هذه المبادرة النبيلة اللي قلتوا بها اليوم واللي احنا نجتمع بها اليوم واليوم أحد يوم عطلة واجتمعنا على أساس أننا نكون كذلك نحن مهمين بين يعني المتضررين والمتضامنين رغم أننا نحن أمس الحاجة للتبرع والتضامن. ولهذا نحن في لوكران الإبداع نشكركم السيدة الرئيسة ونشكر جميع الحضور ونشكر رجال السلطة والجيش الملكي والقوات المسلحة الملكية والدرع الملكي ووزارة الصحة على المجهودات التي قامت بها الحضور الصحية كاملة وخصوصا في منطقة الحوز وفي المناطق اللي عرفت أكبر عدد من الضحايا. الله يسمح لنا بهذه الحضور الطبية اللي مساكن واصلوا الليلة بالنهار
وانتم كنشوفوا معنا اليوم الدكتور احمد المصوري رجع رجليه معطوف رجليه وجا حاضر معنا باش يكون من بين المسؤولين على هذا التضامن. فالمجتمع المدني كذلك ابان عن مواطنه منقطعه النظير، بينوا بان الحس الوطني حاضر ورجال الاعلام كذلك اللي كينقلوا الخبر من عين المكان وكيوصلوا الى المعاناه وكيوصلوا الى النداءات ديال هذوك المواطنين المتضررين. فشكرا جزيلا لكم على الحضور ديالكم، وشكرا لكم مره اخرى السيده الوزيره على الحس الوطني المنقطع النظير. ونحن على يقين بانكم غادي تشوفوا مهمه اللي انتم كتحملوها كعضو داخل الحكومه وكرئيسه المجلس الجماعي لمراكش. وشكرا جزيلا. شكرا.